ايه بتقول ايه؟ مش سامعك. بلاغ رقم كام؟ اه فين عندكم في الاسم؟ طب وهجيبوه على الاسم ولا على المديريه؟ ماشي طبعا حلاوتك محفوظه يا عم لمعي. اسمعني، لو في اي حاجه جديده بلغني بيها على طول. خلاص خلاص ما تعطلنيش اكتر من كده. يلا باي باي. داليا عايزه اخد رايك. بعدين يا بنتي بعدين والنبي. يلا باي. الاستاذ موجود؟ اه موجود. قبضوا على الشيف راسخ. في طورة بيبلغ عنه انه كان موجود في المقبره بتاعت عيلته. اه الخبر ده مش بتاعنا احنا بس، هيوصل لجرايد التانية لان البلاغ خلاص اتسجل في الاسم، واللي بلغني جايز يكون بلغ غيري. بس انا هحاول اشتغلك على زاويه خاصه. انا هعدي الاول على المديريه، لو ما عرفتش اشوفه هطلع على التراب، هحاول اشوف الناس اللي قابلته هناك. انا واخده معايا اللابتوب، هكتب وابعت لك على طول. ماشي. بالمناسبه وانت بتعمل العناوين ما تديش حكم على ان الشريف هو القاتل. ليه؟ في مصادر بتقول ان في ناس تانية ممكن تبقى متورطه في الموضوع، مش عايزين يبقى شكلنا وحش واحنا بندي احكام متسرعه. عن اذنك. داليا اعتذارك مقبول. على فكرة أنا مش راجعة عشان أعتذر لك، لأني مش شايفة إني قلت أي كلمة غلط في حقك. بالعكس أنا عايزة أشكرك، لأنك من خلال كلامك معايا امبارح والنهاردة ومن خلال مراقبتي لنفسي وأنا بشتغل على الجريمة دي، إدتني فرصة إني أواجه نفسي وأشوف قد إيه أنا مؤهلة إني أبقى شبهك، ودي أكتر حاجة مخوفاني. المفروض إن أنت تهني نفسك على الاكتشاف ده. مش عارفة، في حاجات كتير أنا مش عارفاها، بس اللي انا متاكده منه ان لو كنت دخلت المهنه دي عشان ابقى زيك فانا دلوقتي عايزه اكمل فيها عشان ما ابقاش زيك. يخرب بيت ابوها، استغفر الله العظيم، الله يرحمها بقى. كل دي نمر كلمتها في الكام ساعه دول؟ دي كلمت مصر. ما هي مصر كلها كانت تقريبا في الفرح مع الباشا. ماشي. طيب هو في اسماء لمعازيم المفروض ان علاقتها بيهم مفهومه، ودول طبعا النيابه هتستدعيهم علشان تسالهم عن اللي دار في المكالمات دي، وطبعا مش هيقولوا الحقيقه، واولهم الشيخ معتز درويش ده. انت عارف صح. تمام، ده غير ان في اسماء لناس كبار غالبا مش هيتم استدعائهم الا لو الموضوع تطور طبعا. ايه ده بقى؟ اتصلت بمديرة أعمالها سميرة طلعت مرتين، بس سميرة طلعت ما قالتش إنها اتصلت بيها مرتين بعد ما اتخانقوا سوا وسابت الأوتيل. لا ومكالمتين طوال كمان. أنا عايز أشوف البت دي تاني. أمرني يا فندم. وعايز أشوف كل النمر اللي اتكلمت مع سميرة طلعت في نفس اليوم. حاضر يا باشا. إيه بقى الاسم ده؟ مين الواد ده؟ الواد ده معاه الباشا عنده شركة تسويق من اللي بيسموها التسوق عبر التليفون. في شوية حاجات تانية كده ساعتك شغالين عليها، بس في تفصيلة أحب أبينها لمعاليك. نمرته ظهرت على تليفون المجني عليها، نمرة بيزنس كارد مقبوضه من تليفون سميرة طلعت بعد تاني مكالمة بينهم. بعد ما رسالة ظهرت بدقيقتين مع الباشا المجني عليها اتصلت بيه. وده هتكلمه ليه في وقت زي ده؟ ايه البني ادم الغريبة اللي مش قادر افهمها دي؟ شوف لي ايه حكاية الواد ده. الواد ده مع الباشا عملنا له ضبط واحضار وهيتواجد قدام عليك. تمام تمام يا عمان، امرني مع الباشا. طيب ايه بقى النمرة اللي صافي سليم بعت لها كل الرسائل دي؟ ما دي المفاجأة الأولى مع الباشا. النمرة طلعت مسجلة باسم رجل أعمال نديم كمال. فرغتوا الرسائل؟ ايوه يا فندم، في نوعين من الرسائل، رسائل فيها شتايم وتهديد وانها تفضحه، ورسائل تانية بتتحايل عليه وتتوسل انه يسيبها في حالها، وان هي عايزه تشوفه وتقابله عشان تحاول ترضيه. اخر رساله بينهم سعادتك كانت مؤثره جدا، بتقول له ايه؟ مفيش اي مراعاه لاي حاجه حلوه كانت بينا. ايوه عماد، بس انت جبت لي قبل كده نمره تانية خالص لنديم كمان. ايوه يا فندم، سعادتك لولا شفنا اسمه في الرسائل ما كناش هنعرف ابدا يا فندم ان دي نمرته، وهي فعلا نمرته مع الباشا بس تبع شركه موبايل تاني. وهو رد على الرسائل دي؟ خالص خالص خالص. ماشي طيب، دي المفاجأة الأولانية. اشجيني بقى بالمفاجأة التانية. أول مكالمة سعادتك عملها للمحامي بعد ما قفل مع الواد كلم واحد اسمه رامز أيوب. فين المفاجأة؟ رامز أيوب ده معاه الباشا مدير جيم كبير قوي، صاحبته أمنية هانم عز الدين، مرات نديم بيه كمال، أم عياله.
رحت فين يا أمير؟ متأكد من الكلام ده؟ طبعا يا فندم، هو مستر نديم كمال اي حد؟ ده من اهم الجسس اللي عندنا، ولو كان جه يوميها فعلا انا كنت اكيد شفته. يا سيدي ما يمكن جه وحضرتك كنت موجود في حته تانية. يا فندم في حاله الضيوف الفي اي بيز حتى لو كنت موجود في المكتب بتاعي زمايلي بيبلغوني علشان اجي بنفسي ارحب بيهم، وما اعتقدش حضرتك ان في حد مهم قد نديم بكمال. ايوه سعادتك، بس كاميرات المراقبه بتثبت انه طلع الدور ده بالتحديد، وطالما سعادتك ما كانش واخد اوضه او سويت يبقى ده المكان الوحيد اللي ممكن يخش سعادتك. ليه يا فندم؟ ما هو ممكن حضرتك يكون طلع يزور حد في اوضته وبشكل برايفت. ايوه بس كارت الاسانسير سعادتك. طيب شكرا يا سيدي. تحت امرك. بس انا اللي شاغلني سعادتك ازاي نديم كمال هيحصل على كارت الاسانسير اذا كان هو كارت ايه يا خالد؟ كارت ايه؟ هو ازاي نديم كمال ده هيغلب في كارت؟ احنا اللي يهمنا دلوقتي ان معلومه زي دي تقوي شكوكنا انه كان موجود ساعه وقوع الجريمه. مش هيقدر دلوقتي يقول لنا انه كان طالع اكزيكتيف كلاب علشان كان عنده اجتماع علشان يقابل حد. اقراني بقى. اريك سعادتك، بس سعادتك لو نديم كمال اثبت فعلا انه كان موجود في اوضه او سويت بتاعت اي حد تشاؤم تاني. ما قلنا نفرض، نقول يمكن ربنا يكرمنا ونلاقي بصمته على السلالم. يمكن سعادتك. قول يا رب. يا رب سعادتك. مع الباشا. يا عماد سعادتك، احنا خدنا اذن نيابه فعلا يا فندم، حطينا النمره تحت المراقبه، بس ما اعتقدش مع الباشا المراقبه دي هتوصلنا لحاجه. هيكون حذره جدا مع الباشا وهو بيتكلم. ليه تشاؤم؟ انت راخر، انتوا في ايه اللي حل عليكم النهارده؟ دلوقتي انت مرات نديم كمان. يا سيدي ما تتقمصش قوي كده، دي مجرد فرضيه، ثم انت الطول اساسا. ايه اللي هيخليك تبقى حذر قوي وانت بتتكلم في التليفون؟ هيجي في دماغك يعني ان في حد يجرؤ انه يراقبك؟ لا مع الباشا. صح؟ صح صح ولا لا يا عم عماد؟ صح مع الباشا. مع الباشا لما جينا نشوف ليست المكالمات المسجله على تليفون سعادتك، لقينا حاجه غريبه قوي مع الباشا. ايوه بقى قول لي حاجه تفرح. هي ما تفرحش قوي سعادتك، مفيش اي علاقه يا فندم ما بين اي مكالمه سجلناها ورقم نديم كمان اللي عندنا. طب وايه يعني؟ وايه يعني؟ ما دي حاجه متوقعه، اكيد بيكلموا بعض على نمر برايفت. انت بقى باذن النيابه اللي معاك ده تقدر تطلع كل ارقام التليفونات اللي تخصهم في كل شركات المحمول وتعمل لها تعقب ومراقبه. اكيد في مره من المرات هنصطادهم هما بيكلموا بعض. ده مش معقوله يعني ما بيتكلموش غير وجها لوجه. احنا بس نصبر شويه وما نستعجلش في الاستنتاج. ابوس ايديكم. حاضر معايا يا باشا. على مون سعادتك احنا عرفنا النهارده بالليل انها تروح الجيم هي ورامز المحامي، اكيد مع الباشا عشان يعرفوا يعملوا ايه مع الواد. طبعا هنسجل الكلام ده. جارف انا. تمام تمام يا عماد. تمرني صح. اكيد ان شاء الله ربنا هيوفقنا في القعده بتاعتهم دي وهنوصل لحاجه. اكيد هيكونوا بيتكلموا على راحتهم، او خلونا نتمنى ان هم يقعدوا يتكلموا على راحتهم. وليه التشاؤم يا باشا؟ ما تخليك متفائل زي سعادتك. ماشي يا سيدي. بعت حد سميره طلعت؟ هي في طريق مع الباشا. تحب نوديها على المكتب على طول سعادتك؟ لا انا مش عايزها تحس ان في اي حاجه مريبه، خليه فاهمها ان النيابه عاوزاها علشان تتعرف على حاجه تخص صافي سليم في السويت بتاعها. طيب هقوم انا ابص على شريف راسخ وارجع لكم على طول. اخباروا ايه الواد مندوب المبيعات ده؟ معاه الباشا تليفونه مقفول وقال ما افتحه نجيبه لساعتك على طول. طيب انا مش عايز اقابل سميره طلعت الا والواد ده تحت ايدي. تعليمات معاليك يا باشا. تمام يا فندم. ها كمال، ايه اخبار بورسعيد؟ كله تمام سعادتك. بعتوا لنا تقرير بالمعلومات اللي عرفوها لحد دلوقتي. الراجل الامريكاني نازل في فندق هيلنان، والمفروض ان الصبح طالع على المركب اللي مسافره قبرص، والنهارده الصبح كان في شركه الشحن بيخلص اجراءات شحن صناديق. صناديق؟ يعني صناديق ايه؟ والله التحريات بتقول ان هي موبيليا اشتراها من دمياط. من دمياط؟ وده لحق امتى ان شاء الله يشتري موبيليا من دمياط؟ ده راجل المفروض انه اول مره في حياته بيجي مصر، فضل قاعد مرزوق في الاوضه وما اتحركش منها طول فتره اقامته. عرف منين بدمياط والموبيليا اللي في دمياط؟ وبعدين المركب اللي طالع فيها دي بتحمل اللي في وشها هتلاقيه على رصيف المينا يعني، ولا المفروض في حجز قبلها قبل ما تسافر بفتره؟ مش جاي سعادتك يا باشا يكون ده السبب اللي يخليه ما غادرش الاوتيل عشان يتم الصفقه دي؟
يا سيدي كاتب في ورق الاوتيل انه جاي لغرض سياحي، وبعدين ده جاي طرزان، لا في شركه معاه ولا مرافق سياحي، فجاه يبقى مهتم بالموبيليا اللي في دمياط. الصناديق دي فيها ايه؟ الموضوع ده فيه ريحه مش لطيفه كده. سعادتك ما قدمناش غير حاجه واحده بس، بصمته اللي على السكينه. ودي شويه بصمته على سلاح الجريمه دي شويه. عايزين نتصرف بسرعه، بيقول لك مسافر بكره، عايزين نتعامل معاه. مع الباشا الراجل ده امريكاني وحياك اعلى من عارفين، يعني لازم نبلغ السفاره الاول ساعتها. وعلم السفاره تبعت المندوب، والمندوب يحط مناخيره في الموضوع ويقيموا الموقف، يكون الراجل خلع بالسلامه. لا احنا نعمل الصح ونحط ايدنا على المشتبه فيه، حتى لو غلطنا في الاجراءات احسن 100 مره من ان احنا نمشي صح والراجل يفلق بالمركب عليها مصيبه ونعرفش نجيبه تاني. انا اسف سعادتك، انا شايف يعني بعد اذن سعادتك ان الموضوع ده هيعمل لنا مشاكل. انا بقترح يعني ان احنا نبلغ الاول وبعدين نشوف سعادتك هنعمل ايه. خالد بيه، انا مسؤول عن القرار اللي باخده. امرك يا باشا. وبعدين ما احنا هنمشي قانون، احنا هنعمل مذكره بتاعه التحريات وحنعتمدها من الإدارة وحنرفعها للنيابة علشان تأمر بضبط وإحضاره، بس على ما الإجراءات دي تخلص أنا عاوزك تتفضل تروح على بورسعيد وتجيب للراجل ده من قفاه، وأنا اللي مسؤول بكرر. بس المهم إنك أنت تتصل بالمديرية بيهم هناك علشان يفضلوا حاطين عينهم عليه لحد أنت ما تروح. يا أمرك يا باشا. نحس الموضوع مش سهل يا باشا. كرايه خالد بيه، إحنا هنبقى خارعين علشان أمريكاني ولا إيه؟ ما قلت أنا المسؤول. أنا آسف سعادتك. أنا عارف الموضوع مش هيعدي بالسهل، بس هنعمل ايه يعني؟ بصمته على سلاح الجريمه. الله، لازم تطلع لي انت بحاجات كده. طيب بص، انا جات لي فكره علشان نامن نفسنا، وبرضه تقدر تروح تاخد اقواله بشكل رسمي. وهنعمل ده ازاي اذا كان ما حصلش من اساسه؟ هنكذب في ورق رسمي؟ دي سمعه اوتيل يا باشا. هو انتوا ضد الكذب بشكل عام ولا ضد الكذب بس لما يبقى في ورق رسمي؟ على فكرة انا وافقت بصعوبة ان انا اقفل كل الملفات اللي فاتت علشان ما افقدش تركيزي في القضية الرئيسية، لكن لو تحبوا حضراتكم ان احنا نفتح كل الملفات انا ما عنديش مانع. وبعدين سمعة الأوتيل إيه اللي حضرتك بتكلمني عنها بعد كل اللي حصل ده؟ أنتوا لو قلبكم على سمعة الأوتيل فعلاً يبقى لازم تتعاونوا معانا علشان نحط إيدنا على اللي ارتكب الجريمة المنيلة دي وبسرعة. على فكرة اللي بقوله ده مش اقتراحات، ده واقع ولازم كلنا نتعامل معاه. أظن كلامي واضح. أيوة، بس اللي حضرتك قلته ما حصلش. مين اللي قال لسيادتك كده؟ اتفضلوا معايا وأنتوا تشوفوا بنفسكم. اتفضلوا معايا. يلا، ما حصلش ايه؟ اتفضل سعادتك. هي دي الاوضه اللي كان نازل فيها الخواجه الكاوبوي؟ تمام سعادتك هي. بس يا اخي واضح انه بهدلها اخر بهدله. ايه ده شكله كان سكران طينه. هو فاكر نفسه ايه؟ فاكر نفسه مين؟ عشان امريكاني يعني هيبقى فوق القانون؟ لا، احنا اسفين جدا، هو لازم يحترم قوانين البلد اللي هو جاي يزورها. الله، مش يحترم قوانين البلد اللي جاي يزورها؟ مش يبقى محترم كده؟ لا كلام، هو احنا نستجري ان احنا نعمل كده في بلدهم؟ ولا ده جزاتنا مثلا يعني علشان كنا محترمين معاه وتعاملنا معاه بمنتهى الاحترام؟ ما رضيش حد فينا ابدا من الاوتيل يعني انه يشيك على الاوضه قبل ما الراجل الخواجه الرزل ده ما يغادر. الموظف بقى اللي سابه يمشي من غير ما يشيك وراه اتعمل له جزا، والمحضر ده اتعمل امبارح في اسم قصر النيل. ولا يا خالد بيه؟ حصل سعادتك يا باشا. ايه اللي حصل؟ اتعمل له محضر يا باشا. فين؟ في اسم قصر النيل سعادتك. جبت انا حاجه من عندي؟ ده كلام. ثانيه واحده، ايه
الاوتيل عن نفسه ابتلع الاهانه. الاوتيل ابتلع الاهانه. قال لك مش مشكله، ما هياش يعني اول مره حد هيهنا فيها ولا حاجه، عادي. انما اللي مش ممكن الاوتيل يسكت عنه ابدا هو حق الاوتيل في تعويض هذه التلفيات. الاوتيل كمان مستعد انه يتصالح معاه من منطلق انه اول مره يزور مصر، ومصر دي بلد مضياف زي ما كلنا عارفين، ونرحب دائما بالساده السياح والزوار، ولكن في اطار من احترام الشرعيه والقانون. كفايه كده ولا اخش على الحمام بقى؟ لا يا باشا لا، كفايه قوي. طب اخش على الحمام؟ لا كفايه كده، لا حمام ولا غيره. طب المرايه بس. ولا مرايه ارجوك. سواء بصراحه الاوتيل ده شيك. استاذن حضرتك معلش لحظه. دي بقى خالد بيه ايام الكاراتيه كانت بتعدي بقى. استنوا استنوا، شفت هتنسيني حضرتك؟ كنت هتنسيني. امال انا ليه دايما بقول ان اللي مالوش في الشرب ما يتنيلش يشرب؟ ليه بقى؟ اتفضل يا سيدي، حتى الميني بار الغلبان ما نجيش منه. اتفضل ادي يا سيدي كل ازايز الخمره التافهه الصغيره. بص عمل ايه؟ شربها كلها ومرضيش انه يحاسب على حاجه. الله اهو كل ده مرضيش يحاسب عليه. طب والاوتيل يعني هيصرف عليه؟ حرام، دي فلوس مستثمرين غلابة. هنزل حضرتك لحظة كده. طب افرض بقى سعادتك النيابة بعتت الراجل ده للطب الشرعي، والطب الشرعي لا لقى سكران ولا دياوله، يبقى ايه الموقف؟ استحالة. أقول لحضرتك ليه؟ حضرتك لو رجعت قائمة الروم سيرفيس هتكتشف إن آخر حاجة طلبها الخواجة الرزل ده مع آخر عشاء ليه كانت زجاجة خمر كبيرة فاخرة. فده يقول لحضرتك إيه؟ يقول لحضرتك إنه لو اتعمل له أي تحليل دم هنكتشف إن فيه نسبة كحول عالية في الدم، وحتى لو ما كانش شرب الإزازة كلها فده برضو دليل على إنه شريب من النوع التقيل. بس أقول لك حاجة، سؤالك حلو بجد، سؤالك حلو ويدل على حاسة أمنية دقيقة ورفيعة المستوى. بس أنا برضو أحب أقول لك إن النيابة لما تيجي هتهتم أكتر بكتير إنها تلاقي تفسير لوجود بصماته على السلاح الكريمة. طب وانتوا شفتوا الشيء؟ شفتوا فعلا؟ طيب الحقني اوامي، الحقني الحقني اوامي، الحقني على الجنة الحلوة اسبقني. يا سيدي يا سيدي حسن باشا، ها ايه الاخبار؟ يا اهلا يا اهلا. مش عيب برضه صحفية شاطرة زيك تسأل سؤال زي ده؟ مش المفروض إن الصحافة هي التي تصنع الأحداث؟ والله ما خدناهاش في الكلية دي، أنا اللي أعرفه إن الصحافة بتغطي الأحداث. يعني ما قلتليش حضرتك إنكوا قبضتوا على الشيف راسخ. أنا لما الخبر وصلني كدبت نفسي، قلت مستحيل خبر زي ده يوصلني من بره. وهو أنا لما أقبض على حد المفروض إن أنا أبلغ الصحافة؟ ما خدناهاش في الكلية دي. أنا مسكتي يبقى حاجة من الاتنين، إما زعلتي يا إما ناوية تقولي حاجة تزعلني، صح؟ على العموم يا ستي أنا ما قلتلكيش علشان أنا مش شايف إن القبض عليه مهم أساسا. إزاي بس يا باشا؟ إذا كانت صحافة مصر كلها هنا وبكرة هتلاقي صورته مشرفة الصفحة الأولى في كل الجرايد والمجلات والبرامج حتى. حاسس كده إنك بتلفي وتدوري عشان تقولي كلام من عينة، وأنا محتاجة إن أنا أنفرد بنشر حاجة عن بقية الزملاء اللي موجودين دول. بس أنا عارف إنك مش هتقوليها عشان احنا علاقتنا اكبر من كده، صح؟ ماشي يا باشا،
انت صحي لي اكتر من لازم النهارده، بس هقول لك ايه، حقك. ده عيب الصحفي لما يدي المصدر بتاعه فرصه انه يزنقه بدل ما هو اللي يزنق المصدر بتاعه. تاني مصدر؟ تاني؟ بصي انا مصدر دي بتحسسني ان انا مخبر في العياط بصراحه. بس سيبك انت، اجدع حاجه فيكي انك ما سمعتنيش كلام من نوعيه بقى ده جزاتي ان انا ساعدتك، خصوصا ان انا اللي فاهمه انها مساعدات لاجل الله والوطن، صح ولا ايه؟ والله مالكش حق يا باشا، بس طالما بتتكلم بروقان ده يعني شكلك كده حاطط ايدك على خيط مهم قوي في القضيه، يعني مثلا لقيت بصمات نديم كمال على سلاح الجنين. وهو ده لو كان حصل كنت رديت عليكي اساسا ولا اعرفك. والله طيب، هي دي اصلا اخرت خدمه السلطه الغاشمه. شفتي شفتي، اديكي قلتيها اخيرا اهو. ايوه اخيرا. ها هو انا ستي ما تستعجليش، كلها ساعه وموضوع بصمات نديم كمال ده يتحسب ليكي عليا. اول ما ينفع ان الموضوع يتعرف هتكوني اول واحده تعرف، وده مش حقك القانوني انما ده حق الجدعان. يعني الحكايه ملهاش علاقه بنديم كمان؟ امال ايه سر السعاده اللي في صوتك دي؟ ها؟ ايه يا باشا؟ مش هتقولي حاجه حتى لو مش للنشر؟ لا وعلى ايه؟ طيب بقول لك حاجه للنشر. بجد؟ يعني هتديني فكره الجورنال بتاعي؟ طول عمري بيضحكني جدا الهوس الصحفي بتاع نحن ننفرد، ما بيفعنيش اكتر منه بقى غير موضوع حصريا اللي طلع لنا بيها الفضائيات دلوقتي دي. بص بقى يا باشا، انا الانفراد الحقيقي بالنسبه لي النهارده لو انا قدرت ان انا اعمل حوار مع شريف راسخ من دون اي جورنال تاني. انت عارفه انت لو كنت مراتي وطلبت مني الطلب ده انا كنت طلعتك في التليفون. اولا انا ما طلبتش منك حاجه، وثانيا انا مش عبيط عشان اتجوز ضابط مباحث اصلا. لا والله انا كمان مش عبيط عشان اتجوز ضابط مباحث. هاي يا باشا، وبعدين مش هتقولي حاجه؟ ها ايه؟ لا، حكايه شريف راسخ دي تنسيها خالص، حتى لو كنت بنت رئيس تحرير الاهرام شخصيا مش هتاخدي مني اكتر من اللي هياخده اي جورنالجي زميل. ايوه، يعني الكليشيه بتاعت وقد صرح مصدر مسؤول ان التحقيقات الانجاريه والكلام ده، يعني مفيش اي حاجه جديده هقدر انشرها دون عن كل الناس دي؟ والله فكري بقى، يعني انا لو ماسك قضيه زي دي وقدام المعلومات الاوليه، خلي بالك انا بقول لو، لو انا ساعتها مش هتعامل مع شريف راسخ باعتباره متهم، لكن ممكن مثلا اتعامل معاه باعتباره شاهد. لكن ارجع وافكر تاني واقول لنفسي الله، طب شاهد على ايه؟ هو ما كانش موجود ساعه وقوع الجريمه، يعني شاهد ما شافش حاجه. يعني انا لو ماسك قضيه زي دي ممكن بالكتير اتعامل مع شريف راسخ باعتباره مجرد مصدر معلومات حول ما حدث قبل وقوع الجريمه. وانا لو بدرس قضيه زي دي وقدامي كل المعلومات الاوليه، ايه اللي يخليني اتعامل معاه كده؟ يعني مثلا ممكن يكون المعمل الجنائي ما لقاش بصماته على سلاح الجريمه، وممكن يكون الشهود اكدوا انه من ساعه ما ساب الاوتيل ما رجعوش تاني، وممكن مثلا يكون تم القبض عليه في جامع قريب من مدافن اسرته، وشهاده الشهود بتاكد انه فضل في المكان ده من ساعه ما ساب الاوتيل. يعني افهم من كلامك ان المعمل الجنائي لقى بصمات تنظيم كمان على سلاح الجريمه؟ هو انا قلت كده؟ هو انا قلت انك قلت كده؟ انا اصلا كنت بكلم نفسي. ايه ده؟ هو انا مش هفكر في ده يبقى؟ التليفون المطلوب مرفوع منقطع من الخدمه، رجاء اتصال على المغربيه كده. شريف راسخ مين؟ انا مش عارف اسمع شريف راسخ، انا ما اعرفش حد بالاسم ده. قالوا ده شريف راسخ. شريف راسخ يعني ايه استدعوكي تاني؟ انت مش قليت باقوالك وخلاص؟ مش يكلموا حد من اهلها يتعرف على اللي عايزينك تتعرفي عليه؟ هم اهلها في ايه ولا في ايه بس يا ماما؟ الله يكون في عونهم. ما تقلقيش يا حبيبتي، هي مرحله وهتعدي. المهم بس ان احنا نوصل لمين اللي عمل الجريمه البشعه دي. يا رب يا بنتي علشان نخلص. تفتكري هنخلص؟ احنا يا دوب ابتدينا. يعني ايه؟ مفيش حد. مفيش.
الو استاذنا استاذ غانم استاذ الكبير. لا يا استاذ، التعديلات وصلت ورجعت عليها بنفسي زي ما سيادتك عايز بالظبط. لا 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 اطمن، انا كنت بصراحه بكلمك عشان حكايه تانية خالص كده طقت في دماغي. ايوه يعني استعين بيك كده طالما شهيدك مفتوحه عشان تسعفني باسلوبك الادبي الجميل ده. احنا جات لنا معلومات ان شريف راسخ التهمه اللي موجهه له في قتل صافي بعيد عنه خالص، راحت لحد تاني. الا متاكد؟ طبعا متاكد، هننفرد بالخبر ده بكره الصبح ان شاء الله. عشان كده انا كنت طالب من سيادتك تكتب لي بورتريه كده قدي 500 كلمه، بورتريه ادبي كده بلغتك الجميله الرصينه دي. هجيب كمان يا سيدي الدكتور الشهواني استاذ الطب طبعا يكتب تحليل عن شخصيه شريف دي. هو طبعا الشهواني وفي غيره، ده اسم على مسمى. عناية ساعة كويس؟ طب عشان خاطرك ساعتين بس، خلي بالك الصفحة مستنياك تأمرني. مع السلامة. سعادتك من ساعة ما جه هنا والابتسامة الهبة دي ما فرقتش وشه ولا كأنه متهم في قتل. جاهز على الشغالين؟ هو بيستعبط. كل اللي ليه دور في اللي حصل لفرحي هو أنا. مفيش حد مسؤول عن سعادة حد أو تعاسة حد. الإنسان هو اللي بيصنع قدره بنفسه. هي دي خلاصة تجربتي في الحياة. وأنا كمان ما أقدرش أغش نفسي وأتهم نادين كمال ده بأي كان اللي عمله إنه سبب تعاستي. يا دكتور فوق بقى وافهمني لو سمحت. انت لو دلوقتي وجهت اتهام لنديم كمال قدام النيابة انه كان ورا محاولة افساد علاقتك الزوجية بارسال سي دي يتضمن كليب فاضح ليه مع المرحومة مراتك وقت ما كان في بينهم موضوع الزواج العرفي ده، النيابة هتستدعيه وهتحقق معاه رسمي وهتواجهه برسائل التهديد اللي صافي سليم الله يرحمها بعتتها له قبل ما تموت مباشرة، خصوصا بقى انه كان فعلا موجود في الفندق وقت وقوع الجريمة. تقصد ايه حضرتك بوقت وقوع الجريمة؟ يعني ايه بقى؟ مش فاهم. يعني حضرتك لو بتعتبر ان الجريمة هي قتل صافي مراتي او زوجتي او في كل الاحوال نجمي عليها، فالوقت ده معروف ويمكن التعرف عليه عن طريق الطب الشرعي. انما لو الجريمه تمت قبل قتل صافي او ابتدت من سنين طويله قبل قتلها، فده اللي احنا المفروض نتعب شويه في تحديده. ومعرفش كان الطب الشرعي برغم كل التقدم اللي حصل فيه ده يقدر يفيدنا في المجال ده ولا لا. شوف يا حضرة الظابط، انا هكلمك بمنتهى الصراحه لاني سرحت لك. احنا لازم قبل ما نحدد وقت وقوع الجريمه نحدد ايه هي الجريمه الاول. مش بيقولوا فهم السؤال نص الاجابه؟ برضه تحديد الجريمه هي نص الطريق بتحديد الجريمة. ولا انا غلطان؟ واضح ان كلامي ما عجبكش. شوف يا دكتور، انا بقالي سنين طويله في البوليس وشفت تاثير الصدمه على ناس كتير قوي. يعني شفت ازاي ممكن الصدمه تخليك تبلم او تخليك تنهار أو حتى تخليك عدواني، إنما إن الصدمة تخليك لمض ورزل فبصراحة دي أول مرة تحصل لي. على العموم أنت حر وده اختيارك. إلى جنة الخلد يا شريف يا راسخ. افتح يا ابني.